الفرق بين الذهب المسبوك والمشغول حاجة بسيطة جدا، وهي المادة الخام. الذهب المسبوك بيكون عيار 24 و 21 سواء سبائك أو جنيهات ذهبية. أما بالنسبة للمشغول غالبا بيكون عيار 18 وعيار 21. بتختلف شوية الأمور في حجم المصنعية والتشغيل، لأن الذهب المشغول بيكون فيه شكل الحلي وده بيرفع شوية من قيمة المصنعية بتاعته، إنما الذهب المسبوك بيكون أقل مصنعية لعدم وجود شغل عليه. بالنسبة للذهب دايما في الربع الأخير دايما بنقول على مدار 12 سنة فاتوا لازم الذهب يطلع يكون في الوضع صاعدا، وده لعوامل كتيرة جدا، أهمها حاجة زي اللي انت فيها كده. لو انت لفيت الساعة وسألت التجار انت بتبيع أكتر ولا بتشتري أكتر في آخر السنة، هيقولك أنا بشتري أكتر كتير جدا في آخر السنة. وده حاجة اسمها زي التنشيف، اللي هو بيزود الطلب ويقلل العرض. سوق الذهب سوق عالمي وسوق سلعي، مهما كانت البنوك تملك احتياطيات، مهما كانت الصناديق السيادية عندها احتياطات من الذهب، إلا أن الذهب يبقى سوق سلعي، يعني يملك أكتر من 50% للمحلات وللتجار وللناس العادية. فبالتالي لما السوق يتم قلة العرض منه ويزيد الطلب بنشهد زيادة في الأسعار. فأنا أعتقد أن احنا هنشهد زيادة في الأسعار إن شاء الله على مدار شهر شهرين كمان. خلينا أقول لك أن من أهم وأقوى مميزات السبيكة هي الكاش باك، ودي حاجة مش موجودة في الذهب المشغول. اللي بيشتري سبيكة دايما بيبقى عنده أوبشن أن منين ما يحب يرجعها بيرجعها بسعر الذهب بلس كاش باك. طب إيه هو الكاش باك ده؟ هو عبارة عن تقريبا نص ما دفعه كمصنعية في البداية. لنفرض أنه دفع 50 جنيه مثلا في الجرام، لما بيجي يرجع السبيكة بيستلم حوالي 24 أو 25 جنيه فوق سعر الذهب وقت البيع، وده بيخلي الموضوع يضيق جدا معاك في رؤية أسعار. يعني كده لو هو حسبها اشترى بكام وباع بكام يلاقي ان الجرام حوالي 25 جنيه. في سوق الذهب العالمي 25 جنيه دي اللي هي حوالي 10 أو 20 دولار بس ارتفاع لسوق الذهب. يعني مجرد الذهب يتحرك عالميا مثلا من 1750 ل 1780 اللي شاري سبيكة يبتدي يكسب. ودي واحدة من أهم وأكبر قوى السبيكة. الذهب الكسر ده فيه معضلة ومشاكل كبيرة جدا. رقم واحد وهو المصدر. دايما ذهب الكسر بيبقى مجهول المصدر، هل هو مصدر معلوم، مصدر مجهول، قد يكون مسروق. فدايما اللي بيفهم قوي في الموضوع ده بيخاف منه، واحنا مش دايما بننصح ليه. انت لما بتيجي تاخد سبيكة باكينج او سبيكة مغلفة محطوط عليها الدمغة والضريبة والفاتورة، فانت بتاخد من مصدر موثوق. هتقول لي بس هناك بوفر 5 جنيه، طب وقيمة ال 5 جنيه ايه قصاد معيار الامان والضمان وكمان المرتجع؟ فانا مش من سياسة الذهب الكسر خالص، بسبب ان هو يعني صعب جدا انك توصل لمصدر حقيقي موثوق تجيب منه السبيكة. مشكلة فتح الباكينج او فتح غلاف السبيكة دي مشكلة كبيرة جدا، وبتقع على عاتق الاند يوزر او الشخص اللي معاه السبيكة. وعشان كده احنا دايما بنرجع للسببية، يعني هل حصلت مشكلة في الباكينج بسببي ولا بسببك؟ لو المشكلة عندي غلافي حصل فيه مشكلة او الغلاف بالاصل فيه مشكلة، يبقى انا بتحمل كامل الضرر وبرجع لك سبيكتك مغلفة تاني، مفيش مشكلة. لو انت فتحت سبيكتك ودي تاني مفتوحة، انت بتخسرني وبتخسر نفسك قيمة الباكينج، لان العلبة دي لما بترجعها لي انا بعيد بيعها مرة تانية. طب جبت تاني مفتوحة يبقى انا هحطها مرة تانية، وده هيكون الدمج عليك. السبيكة بعد ما اتفتحت تم تغييرها بشكل ما، وتغيير محتوى الذهب بتاعها بشكل ما. بيحلل السوق باكتر من طريقه. في طريقه بنستخدمها وهي الفاندمنتال اناليسز، او ان احنا بنقيس الاوضاع الاقتصاديه للبنوك المركزيه في كل العالم، وممكن ده ياثر ازاي على تحركات الذهب. الجزء الثاني هو فكره حاجه بنسميها تكنيكال اناليسز، او بنحلل بصوره فنيه اكتر للماركت. وجزء ثالث بنسميه سيمنت الماركت، او شعور الاسواق او العرض والطلب. بنستخدم اكتر البنوك المركزيه اللي احنا بنتابعها، بتكون هي الفدرالي الامريكي او الاقتصاد الامريكي، علشان هو محرك قوي بالنسبه للاسواق. علشان كده بنيجي مثلا بندرس السياسه النقديه او السياسه الماليه لاي دوله، وتحديدا الفدرالي الامريكي بصوره عامه، وبنقدر ان احنا نحدد هل هو يدخل في سياسه توسعيه او سياسه تشدديه، وبنقول ان احنا ممكن نوصل ازاي بتحركات الذهب، وده الحمد لله يمكن ناجحين فيه. الفدرالي الامريكي في اخر فتراته كان رفع اسعار الفايده، رفعها بدايه من مارس، بدا يرفع معايا اسعار الفايده لحد الشهر اللي فات، وكانت
وكان شغال بصوره كبيره في رفع اسعار الفائده. صوره الملك جورج، هي بص هقول لك، الملك جورج هو ملك يمكن بريطانيا حبته بصوره كبيره قوي، والشعب البريطاني هو اللي حبه بصوره كبيره، وده كان اول ملك يتم وضع صورته على الجنيه الذهب، وده خلاه الشعب البريطاني عشان هو كان نوعا ما بيحبه. لكن في الملكه اليزابيث وفي اكتر من اشكال بتبقى موجوده، برضو ارجع اقول هو ما مدى قابليه الاند يوزر او المستهلك النهائي في الاقتناء للجنيه الذهب او السبيكه او خلافه. في ناس بتفضل الملك جورج، في ناس بتفضل الملكة اليزابيث، في ناس بتفضل السبيكة الخام اللي حتى مش موجود عليها اي حاجة. في نهاية المطاف الرسمة هي رسمة بس موجودة على قطعة الذهب، لكن مش مؤثرة على القيمة نفسها لقطعة الذهب. فانت النهاردة لو اشتريت جنيه موجود عليه الملك جورج او الملكة اليزابيث، هو نفسه الجنيه العادي خالص. احنا في النهاية بيحكمنا سعر جرام موجود ايه جوه السوق. الذهب النهاردة ب 1275، ده السعر الحالي يعني. والزبون بيفضل السبائك، لان هي طبعا بتبقى بتاعه شركات، ودي بتبقى حاجه مضمونه يعني، وقت ما بيبيعها بيلاقي الزبون بيشتريها منه على طول بدون اي نقاش، وقت ما بيشتريها بيشتريها على طول. الجرام بحوالي ب 1400 جنيه اللي هو العيار بندقي اللي هو الاربع ساعات يعني. لا، الشبكه حاجه والسبائك حاجه. الشبكه اللي هي العروسه والعريس لازم يشتروها، حتى لو دبلة وسلسلة، دبلة وتعليقة، أي حاجة، فدي الشبكة. ولكن اللي هي السبايك دي بتبقى بتاعت حاجة ادخار، معاك فلوس زيادة فأنت بتشيلها للمستقبل. أنت عارف الدهب لما يبقى معاك يعني صعب أن أنت تبيعه، ما بقاش عين عليك أن أنت تبيعه، لكن لو في فلوس مركونة عندك في البيت ممكن تقول أخد منها 2000 3 وأحطهم بكرة. لكن الدهب الواحد بيستخسر أن هو يبيعه، فبيحتفظ بيه، هو ده الادخار.